ولما تقول هذول تقول عنهم هدى الخطيب ولطيف المجرن وسعاد علي، هذول أول شيء يأخذون أدوار الأمهات في الأعمال الدرامية سواء في الكويت أو في البحرين أو في السعودية أو في قطر أو في الإمارات، هم ليس حكرا على وطنهم فقط. زين، الممثلة اللي تأخذ دور الأم تعتبر عملة نادرة.